بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على ضوء مناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأتينا كل سنة في شهر ربيع الأنوار، يحتفى به، يحتفى بمولده ولد الهدى، فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. نحتفي ونحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر شمائله، مناقبه، محبته صلى الله عليه وسلم، في ذكر ما يجب أن يكون عليه المسلم أولا، ثم أن نجعل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة وهدى ما جاء به نعرضه على البشرية، والبشرية اليوم بحاجة إلى معرفة شمائل وأخلاق الإسلام، إلى معرفة الإسلام هذا الدين الذي أحيا الله عز وجل به الأمة. ذكرت عنوانا لها ميلاد النبي بميلاد البشرية. نعم، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد البشرية، ميلاد البشرية في عبادتها لله الواحد أحد، ميلاد البشرية في العلم، اقرأ باسم ربك، في تحقيق العدالة، في تحقيق التكافل، في الأخلاق، وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا هذه المناسبة التي تكون أولا في بيوتاتنا وعائلاتنا من خلال ما يقدم من طعام مناسبات، ثم في المساجد والمراكز وغيرها ومدارس القرآن الكريم والزوايا من خلال التكريم حملة القرآن الكريم الفائزين والفائزات في شتى المسابقات الولائية والوطنية. ويقول له